إذا الآن أصبحت عندنا قاعدة البيانات اللي هي DB Context جاهزة، ونستطيع أنه نستبدل اللي هي البيانات اللي المحلية الآن الموجودة عندنا بقاعدة البيانات. إذا كل علينا نقوم بحذف الكود السابق بهذا الشكل، نقوم بحذف الـ List of User ونقوم باستبدالها هنا بقاعدة البيانات اللي هي DB Context. تقوم بتعريفها على أساس تكون عندك DB، ثم بعد ذلك db is new from database or db context. اوكي، اثناء مشيد الفئة. الان ابدي فقط بعملية الاستبدال، اضافة، حذف، تعديل وما الى ذلك. نبدي مع عملية الاضافة نفسها بالضبط، ولكن اقوم باستبدال list of user via db.users. اوكي، عملية الحذف نفس الكلام، db.users. عملية التعديل ما نحتاج إلى find وما إلى ذلك، الـ entity framework تسمح لنا من عملية التعديل تبعا للـ ID المعطى، وإذن هذا أصلا ما نحتاجه، هذا الـ ID بالدرجة الرئيسية. أوكي، هذا الـ ID أصلا ما نحتاجه، ولكن عموما خليه، يمكن أنه أنت تحتاجه في وظائف أخرى. فنقول db.users.update. أوكي، وبعد ذلك قم بإمرار التيبل، ولكن لا تنسى أنه تحفظ، يعني في عملية الإضافة الحذف، في بعد ما قمت في عملية الإضافة تحفظ save changes. أوكي، نفس الكلام بعد ما قمت بعملية الحذف المفروض أنه تقوم بعملية الحفظ، ونفس الكلام على الأبديت المفروض تقوم في عملية الحفظ. هنا الفايند مجرد أنه تدقل db.users يعني تؤشر على اليوزرز، اما بالنسبة للجيت دايرة مجرد انه تعمل ريتيرن على tb.users.toList. اوكي، لست من اليوزر. اما بالنسبة للسيرش فراح يكون فقط tb.users like this. اذن هذا فقط اللي احتاجيناه مثل ما تلاحظ الان امامك في عملية الابديت بالنسبة لقاعدة البيانات هذه. اوكي، مثل ما قلنا انتبه الى save changes، هذه نقطة جدا مهمة، لازم انه تحفظ بعد كل عملية اضافة، ولازم يعني بعد كل عملية تعديل وما الى ذلك. بنفس الوقت يمكن انه ربما اذا قمت بتشغيل بعض الوظائف في الخلفية في الانتظار asynchronous method، فتعتبر عندنا أثناء عملية الحقن، يعني لما نحقن اليوزر انتيتي فأنت تحقنها لمرة واحدة، فهذا الكائن يعتبر ينشئ لمرة واحدة، والداتابيس هي متغيرة، يعني في كل عملية انستنس من عندها تعمل نيو داتا، يعني تضيف داتا جديدة، فيمكن تحدث عندنا بعض المشاكل يعني هنا في هذه النقطة. يعني المفروض انه احنا في كل عملية اضافة او في كل عملية جت على البيانات، هنا الجت على البيانات يعني نعمل انستنس جديد من الدي بي كونتكست، او ربما انه تشغل بعض الوظائف بالخلفيه فراح تحدث عندك الديدلوكس مع نفس الكائن المعني في عمليه الحقن هذه.